عرفانا بمسيرة تعليمية ثرية، كرمت بلدية تل السبع المعلمين القدامى الذين كان لهم إسهامات في مجال التربية والتعليم في النقب، وشارك في احتفال التكريم معلمون متقاعدون كان لهم باع طويل في مدارس تل السبع والنقب. عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي محمد أبو سبيت شحدة، وهو معلم مربي ومدير مدرسة متقاعد. أهلا وسهلا بك. أهلين أختي. يعني ما أهمية هذا التكريم للمعلمين القدامى الذين أفنوا حياتهم في خدمة طلابنا ومجتمعنا، وأنت أحدهم أيضا؟ في آخر 10 سنوات طلعوا من سلك التعليم بعد سنوات طويلة كوكبة لا يستهان بها، وكلهم في خلال 35 سنة و40 سنة في سلك التعليم كل واحد كون رصيد اجتماعي له تأثير ومعاه الأدوات يأثر من الشباب إلى المسنين. نعم. فإحنا اليوم عدد لا يستهان به، يعني عشرات اللي حضروا الاحتفال، وأنا بنظر وبدعو إخواننا لإقامة نادي حتى العمل الاجتماعي والتأثير لكل أطياف المجتمع في الجنوب وحتى في الشمال. إحنا باتصال من إخواننا المتقاعدين أيضا في المثلث والجليل، وبنعرفهم من دورات مشتركة وتعليم في الجامعة مشترك. فالكوكبة هذه إلها تأثيرها ووزنها الاجتماعي. إحنا اليوم بنعاني من عدة ضغوطات ومشاكل، خاصة لا يخفى على الكل العنف اللي موجود في مجتمعنا شمال وجنوب، التربية الغريبة اللي فاتت في ذهون طلابنا وأبنائنا حتى في جيل الثانوية. فإحنا مش معناها خرجنا للتقاعد سلمنا الدفاتر أبدا، هذه نقاط كانت بحثت في الاجتماع وفي التكريم للمتقاعدين. يعني المسيرة ما زالت مستمرة، ولكن أنتم كمعلمين قدامى تم تكريمكم، ما هو شعوركم وأنتم تتكرمون من قبل طبعا الطلاب، من قبل من هم مهتمون في هذا المجال؟ بالطبع ترك لكم شعور جيد، أليس ذلك؟ احنا طبعا التكريم والتواصل مع المجالس مع وجهاء المنطقة اللي قاعدين بقدروا عملنا اللي فات، هذا شيء بشد عزيمتنا وهذا شيء بيقوينا وبرجعنا للتفاعل والتعامل مع مجتمعنا، وبيعطينا كمان إمكانية نعطي كل ما في وسعنا لمجتمعنا في اللحظات العصيبة، في الأيام العصيبة اللي احنا بنمر فيها. أنا ما بدي أوري إنه كل شيء أسود أبدا، احنا مجتمعنا عريق، عندنا قيم وأخلاق، عندنا تراث وعندنا تربية وعندنا أخلاق وعندنا أديان سمحة بنقدر نفتخر فيها. لازم نحافظ على التراث، لازم نعلم أبنائنا، نمرر رسالتنا اللي قمنا فيها للجيل الصاعد الجديد، للمعلمين الجدد، المعلمين اللي في أول طريقهم، حتى يحملوا هذه الرسالة المقدسة. فتكريمهم، تكريم المجلس والحضور وذكرنا واعترافهم بالرصيد اللي كوناه خلال عشرات السنين اللي فاتت، هذا بشد عزيمتنا وبيعطينا أيضا شعور أن لازم نقوم بمسؤولية ليومنا الأخير. صح. لذلك يجب تواصل وإقامة نوادي وبناء خطة متقنة للتأثير على المجتمع، على المدارس. إحنا كل مدير وكل معلم طلع للتقاعد في معاه تجربة جمة، في معاه تجربة يعطيها. لو أوجه نداء للمفتشين اللي بيقعدوا مع المدراء كل شهر مرة، لو كل مرة ينادوا منا 2 و3 يحكوا عن الصعوبات، عن النجاحات اللي مرينا فيها، عن الفرق بين سلك التعليم زمان قبل 30 و40 سنة لليوم، شو التجديد السلبي والإيجابي، كيف إحنا نتماشى مع المودرنزاسيا، مع الثقافة الجديدة، مع الحضارة، كيف نهيئ أنفسنا خاصة في الجنوب، من قبائل في بركيات وزمان في خيام للانتقال إلى بيوت حضارية جديدة ولحارات ولجوار غريب ولواجبات للمجالس المحلية اللي ما كنا نعهده من زمان. ف
فأنا بوجه لإخواننا في الجنوب نداء إن نكون نداء، أنا بوجه لهم نداء نكون يد واحدة في بناء خطة للتعاون، حتى كمان احنا فينا روح التطوع، ممكن نكون في اجتماعات مفتشين، ممكن نعطي من تجربتنا، ممكن نكون من رجال الإصلاح، ممكن نكون احنا موجهين لشباب، ممكن نكون رابط بين اللي خلصوا ثاني عشر والأكاديمية الجامعات، ممكن نكون احنا كمان مصدر معلومات للجمعيات اللي قاعدة تشتغل في الساحة. فالتكريم ممتاز ومشكورين عليه، لكن علينا واجب احنا المتقاعدين ان ما ننفصل عن مجتمعنا ابدا. نعم. احنا في اليوم بتقوم حكومة وكأن الحكومة ضد شعبها العربي، احنا اللي صوت لازم يسمع. في منا ناس اخذ تقاعد واخذ وظيفة في مجالس، اخذ في جمعيات، اقاب جسم معين، إلنا تأثيرنا، إلنا وزننا، إلنا خبرتنا ورصيدنا الاجتماعي الحضاري الثقافي. نعم. فأنا احنا قاعدين بنشتغل على إقامة نوادي في كل بلدة، رهط، كسيفة، حورة، تل السبع، لأن اليوم في كل بلد في أكثر من عشرة ويمكن عشرات المتقاعدين. احنا مش في حسباننا نقعد مكتوفي الأيدي أبدا، وإحنا أكثر ناس عارفين الخارطة وعارفين الأحداث الساعة اللي بتصير للمجتمع العربي. نعم. إلنا أصدقاء أعضاء كنيسة عرب، لازم نحط كتف على كتف لخدمة هذا المجتمع المحترم اللي قاعد بيعاني. نعم. وبعض الجوانب من المجتمع قاعد بتدهور، عندنا إمكانية مع بقية الوسائل والإخوان والجمعيات والمجالس ممكن نكون إحنا كمان جسم مؤثر للخير. صحيح صحيح. نعم، يعني ونحن نقدر جهودكم، وأنتم خير من نقل الراية من جيل إلى جيل في مجال التربية والتعليم. شكرا جزيلا لك محمد أبو سبيت شحدة، معلم ومربي ومدير مدرسة متقاعد.